فخلال 24 ساعة الأخيرة سجل على المستوى الوطني 1191 حالة جديدة مؤكدة، وهو للصدف نفس الرقم اللي تسجل ليلة أمس. وهكذا يرتفع مجموع الحالات المسجلة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 63781 حالة، أي بمعدل إصابة تراكمي يساوي 175.6 لكل 100,000 نسمة، على أنه بلغ في 24 ساعة الأخيرة نفس ما بلغه أمس، أي 3 لكل 100,000 نسمة. في مقابل ذلك تم استثناء 20,891 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستثنات إلى 1,892,635. للأسف الشديد سجلت في 24 ساعة الأخيرة أو سجل أكبر عدد وفيات في بلادنا منذ بداية الوباء، 43 حالة وفاة، لأن الرقم الأكبر كان هو 42، 43 حالة وفاة للأسف الشديد، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 1184 حالة وفاة رحمهم الله جميعا. تعافى في 24 ساعة الأخيرة تعافيا تاما ولله الحمد والشكر 1327 مريضا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى حدود هذا الوقت من هذا المرض إلى 48,922 متعافٍ تامٍ.